بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أهلا بكم في أمسية جديدة هنا من تحفة ميادين السباقات في هذا المساء المميز الذي يعلن انطلاق أماسي الكبار وتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أمسية من أماسي المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة الذي ينطلق في هذه الأيام المميزة التراثية هنا بالمرموم. هذا الميدان الذي يسجل دائما حضوره المتميز في المهرجانات والأصايل. أهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم حضورنا الكريم، وهذه أجمل تحية لكل متابعينا الكرام في هذا المساء، حيث على بركة الله أعطيت الإشارة لانطلاق أول أشواط هذا المساء، شوط العمالقة الأول الذي يحمل الحولة في هذه الانطلاقة بمشاركة هذه الشعارات المتميزة التي تحمل دائما معها أقوى وأعتى الهجن العربية الأصيلة للتنافس بشكل يتابع به كل عشاق ومحبي هذه الرياضة انطلاقاتها وتحدياتها. نذهب إلى المقدمة مع أول الأشواط ونتابع أول الأسماء، حيث أول الانطلاقات هملولة تأتي بالمركز الأول هجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي الذي يقود الصدارة. المركز الثاني الشاهينية على المركز الثاني لهجن العاصفة وغياث الهلالي، والمركز الثالث أيضا تتواجد فيها الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. هنا مذيار لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان عوض بن مبارك المهيري الذي يقود هذه التحديات، وهنا على المركز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وهنا الانطلاقة التي تحمل أيضا رقم 5. هناك المركز السادس أيضا الشاهينية في سادس المراكز لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. هملولة تأتينا على المركز السابع في هذه الانطلاقة وهذه التحديات، أيضا لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي. المركز التاسع أو المركز الثامن مع هذه الانطلاقة، نعم الثامن، تأتينا الوثبة لهجن الرئاسة مع سلطان بن محمد الوهيبي، وهناك على المركز التاسع أيضا هملولة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي، وهناك شوايين المركز العاشر لهجن الرئاسة مع محمد بن زيتون المهيري. هذه المراكز، هنا الأسماء التي تعلن هذا الانطلاق وتعلن هذا التحدي وتسير ما شاء الله في هذا الشوط الأول. هنا التجارب الأولى لسن الكبار من خلال انطلاقات هذه الهجنة المميزة، حيث من الغد ستبدأ الرموز في العودة إلى أرضية هذا الميدان، رموز الثنايا ورموز الختام والسيوف التي ستكون حاضرة مع كل التحدي وكل الإثارة التي تشهدها سباقات الهجن العربية الأصيلة. ختامي المرموم كما يشهد الجميع. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، وهناك مذيار في أول الانطلاقات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد. في هذا الانطلاق وهناك أيضا عوض بن مبارك المهيري الذي يقود هذا التحدي، بينما المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث تأتينا غالية على المركز الثالث لسعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني ومحمد بن علي بن جرحب الذي يقود هذا الاندفاع في هذا المسار وهذه المشاركة المميزة. المركز الرابع، نعود مع الشاهينية في رابع المراكز، وغياث الهلالي يواصل تقديم هجنه أيضا من خلال هذا الشعار، شعار هجن العاصفة. هملولة على المركز
الخامس أيضا، وفي المركز السادس تأتي حملولة بشعار هجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي الذي يقود هذه البداية الأولى ويحمل هذه الانطلاقة المتميزة الشاهينية على المركز السابع من خلال هذه الأسماء لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. ونطالع أيضا وجود الوثب، الوثب على ثامن المراكز هجن الرئاسة وسلطان بن محمد الوهيبي، والمركز التاسع هناك هملول أيضا لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي وشواهين. نختم بها النداء من خلال هذه اللحظات لهجن الرئاسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري هو الذي يقدمها من خلال هذه الانطلاقات والتحديات. ما شاء الله وتبارك الله، كما ذكرنا أول أشواط الكبار هنا والهمة من خلال المنافسات التي تشهدها هذه الانطلاقات في هذا الأسبوع، ثاني أسابيع التحديات والانطلاق. عودة إلى المقدمة، ما شاء الله عوض بن مبارك المهيري أيضا يقود هذه اللحظات وهو يقترب أيضا بوجود مذيار لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، وهي الانطلاقة ما شاء الله. هذا الشعار العيناوي المتميز الذي يعبر الأربعة كيلومترات في هذه اللحظة، ما شاء الله. المركز الثاني شاهينية على ثاني المراكز مع غياث الهلالي والعاصفة، أيضا تواصل اللحاقة بمذيار من خلال هذه الأسماء. غالية على ثالث المراكز لسعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني، محمد بن علي بن جرحب يقود هذه الأسماء المميزة، ويأتي في المشاركة شوط العمالقة الرغبة فيه تختلف عن كل المشاركات السابقة. هنا المركز الرابع شاهينية على رابع المراكز، وأيضا هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة، وهملولة على خامس المراكز. أم هناك في المركز الخامس الشاهينية تقترب من المركز الخامس لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. هنا أتابع القادمة الوثبة، الوثبة قادمة مع هذا الأداء الجميل لهجن رئاسة وسلطان بن محمد الوهيبي في المركز السادس، وفي المركز السابع هملولة في سابع المراكز لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي، شواهين في المركز الثامن هجن الرئاسة وعلي محمد بن زيتون المهيري فالانطلاق، والمركز التاسع هنا وجود أيضا هملولة لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي. قاربنا خلاص الدخول في الكيلومتر الهام وكيلومتر الغابات من خلال هذه اللحظة وتجمع الخماسية على المركز الأول وعلى الصدارة في هذه الأسماء الوثبة والشاهينية العاصفة والرئاسة، ولكن مذيار لا تزال تقود الصدارة في هذا الاندفاع الأول لسمو الشيخ محمد ذياب بن محمد بن زايد النهيان. وهناك أيضا عوض بن مبارك المهيري ما شاء الله الذي يتابع هذه التحديات ويقود مذيار بأداء جميل متميز. المركز الثاني والثالث العاصفة تضع شواهينها في هذا الانطلاق، ثاني وثالث المراكز وغياث الهلالي في المتابعة الثنائية، الوثبة على المركز الرابع في هذا الأداء هنا لهجن الرئاسة، وجود أيضا سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الرباعية التي بدأت الآن تأتينا من خلال الانطلاق، في المركز الخامس نعود مع غالية لسعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني ومحمد بن علي بن جرحب الذي يقود هذا الأداء. ما شاء الله غالية أيضا تسير وتتقدم رويدا رويدا إلى المراكز الأولى بعد أن وصلنا من خلال هذا المنعطف النهائي الذي يؤدي إلى خط النهاية، وآخر كيلومترين على بعد آخر كيلومترين من هذه المسافة. هذا الشوط شوط العمالقة، من هي العملاقة التي ستسجل اسمها هنا في هذا التحدي وهذا المسار وهذه الإثارة؟ يا سلام على المركز الأول، لا تزال في المقدمة وفي البداية هي الشاهينية مع أول الأسماء هجن العاصفة غياث الهلالي، كما بدأ من خلال الصباح يحمل أيضا قوة وإثارة في الانطلاقات. 2 كيلومتر يا غياث، 2 كيلومتر في هذه اللحظة، وهنا المسار رباعي أصبح رباعي. المركز الثاني بدأت أيضا شاهينية في الإسناد والدفاع عن المقدمة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، قدمت مع هذه اللحظات غالية
غالية غالية لسعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني. محمد بن علي بن جرحب أيضا يأتي مع المركز الثالث وغالية تعود إلى المركز الرابع من خلال هذه الأسماء. أيضا وجود مذيار لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، وهناك عوض بن مبارك المهيري. خلك مع الصدارة، روح مع المقدمة، روح مع الأداء الجميل في أول انطلاقة في أول لحظات. هملولة قادمة لتنضم إلى قافلة التحديات. أجن الرئاسة وعلي بن يمي اللهيبي الظافر وشواهين. المجازف لا ينتظر، المجازف لا ينتظر، دائما هنا عشق التحدي يتواجد مع المجازف، ملك المجازفات في كل التحديات. يقدم أيضا شواهين لهجن الرئاسة ومحمد بن زيتون المهيري. الله 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 الله، لوحة الإعلان قادمة لسن الكبار من خلال هذه الأسماء. لنذكر الجميع هنا في هذه اللحظة 1200 1200. تحرك الظافر، تحرك الظافر، سارت إلى الصدارة. هملولة قادت المقدمة والمركز الأول، تقدمت مع هذه الاندفاع إلى لحظات المقدمة. شواهين في المركز الثاني تشكل خطورة على هذه اللحظات، تشكل خطورة. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري إلى المركز الثاني في هذه الأسماء. وفي المركز الثالث الشاهيني، في المركز الثالث هجن العاصمة مع غياث الهلالي. ثلاثية تقود هذا الانطلاق، تقود هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، أتابع القادمة مع هذه اللحظة وهذا المسار. هي أيضا ملاحة الهجن الشحاني سالم بفران المري، ولكن أعود إلى المقدمة إلى هملولة. ما شاء الله وتبارك الله، تابع 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 وهي تسجل هذه الانطلاقة. الظافر 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 يحقق دائما الانتصارات، يظهر بأقوى الألقاب وأقوى الرموز من خلال هذه الانطلاقات القادمة. شواهين في المركز الثاني، هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون. شوف القادمة بقوة، الوثب 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 مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. شعار الرئاسة ينافس نفسه من خلال هذه اللحظات. هملولة على الصدارة، هملولة في المحاولة، لا تزال على المقدمة، محاولات قادمة من الوثبة، لكن هملولة سيطرت على الموقف، سيطرت على الموقف. تهانينا تهانينا والناموس إلى هجن الرئاسة على هذه الانطلاقة المتميزة. شكرا الظافر علي بن يمي اللهيبي، سلام ما شاء الله، سلام يا الرئاسة سلام. المركز الثاني الوثبة لهجن الرئاسة، وفي المركز الثالث شواهين لهجن الرئاسة، وفي المركز الرابع شواهين أيضا لهجن الرئاسة، والمركز الخامس أيضا شواهين لهجن الرئاسة. ما شاء الله وتبارك الله، الانطلاق الذي يحمل أيضا هذه القوة، هذه خماسية خماسية تسير مع هذا الاندفاع. ما شاء الله المقدمة وأول المراكز هي هملولة. 12 دقيقة 10 ثواني وخمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا علي بن يميل الوهيبي المركز الثاني. كانت شواهين في المركز الثاني أيضا، أو الوثبة في المركز الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا سلطان بن محمد الوهيبي. 12 دقيقة 12 ثانية وجزئين من الثانية. أما المركز الثالث فكانت التحديات قادمة بقوة من خلال هذه الانطلاقات بوجود شواهين في المركز الثالث. أيضا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن زيتون المهيري. أيضا 12 دقيقة 15 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.